إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني. والدة رضوى الشربيني في حالة حرجة، وهذا طلبها من العناية المركزة. بدأت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربيني في التدهور، وذلك بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى إحدى المستشفيات العزل على الفور ودخولها العناية المركزة. وكشفت ابنة شقيقتها أن حالتها بدأت في التدهور ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بعد دخولها للعناية المركزة. وطلبت من الجمهور الدعاء لها من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: نحن لا نملك إلا الدعاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالته هالة ويعافيك من كل سوء. وأكدت أن حالتها حرجة الآن متابعة برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل. خالته هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل كورونا. وكشفت مصادر أن والدة الإعلامية رضوى الشربيني طلبت رؤيتها، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، وعلى الفور أخطر الطبيب المعالج ابنتها رضوى الشربيني بهذا المطلب. ويقوم الطبيب المعالج لوالدة رضوى الشربيني حاليا بحقنها ببلازما متعافين من كورونا، أملا في استقرار حالتها الصحية التي تدهورت بشكل سريع دون مقدمات. ورغم إصابة رضوى الشربيني أيضا بفيروس كورونا، وهذا ما ذكره الإعلامي خير رمضان، إلا أن حالتها الصحية مستقرة مع استمرار معاناتها من الإجهاد الشديد نتيجة مضاعفات المرض، وتواظب على بروتوكول العلاج المنزلي وتخضع هي وأطفالها للعزل المنزلي. وكذلك شقيقها الذي أصيب هو الآخر نتيجة المخالطة إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا. أصيبت أيضا الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بفيروس كورونا وبدأت في الخضوع للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج. وكشف الإعلامي خير رمضان منذ أيام عن إصابة رضوى الشربيني موضحا إنها كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ الأمس بعد أن شعرت بأعراض الفيروس برفقة أسرتها وجاءت النتيجة إيجابية. وأوضح خير رمضان أن رضوى الشربيني أصيبت هي وشقيقتها ووالدتها وأولادها بالفيروس قائلا: هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها الأكسجين منخفض جدا ونقلوا إلى المستشفى في العناية المركزة، ورضوى تعبانة جدا فتمنى لها الشفاء ولأسرتها. وطلب الإعلامي بالدعاء للإعلامية رضوى الشربيني لكي تتماثل للشفاء العاجل. وكاد الإعلامي خير رمضان أن يبكي. وبدأت رضوى الشربيني العزل هي وأسرتها، ولكن الأزمة زادت بعد أن اكتشفت إصابة والدتها بفيروس كورونا وشقيقتها، وهو ما تسبب في تدهور حالتها النفسية. كانت الإعلامية رضوى الشربيني قد أطلت خلال الأيام الماضية على جمهورها بعدة جلسات تصوير بعدما حصلت على أجازة من برنامجها. ووجهت رضوى الشربيني تهنئة بمناسبة يوم الحب لغير المرتبطين فقط، مؤكدة أن اليوم بمثابة احتفال بيوم الاستقلال، ما دفع عدد كبير للتعليق على تغريدتها مطالبا إياها بعدم نشر صورتها بالفستان الأحمر طالما إنها لا تؤمن بالحب.